اهلا بكم. مش عارفه لكم المعلومه، بعد اسنان الجميلات وابتسامات الفاتنات اللي انتم شفتوهم دول، ولا ادخل في الموضوع دول، بس هقول المعلومه. المعلومه بتقول ان غسيل السنان مهم جدا عشان يحميك من حاجتين. تخيلوا ايه هما الحاجتين؟ حاجات كتيره بس حاجتين يعني مخيفتين. الخرف، الخرف، ان الانسان لما يعني في وقت من الاوقات يخرف، ده لقوا ارتباط وثيق بين الخرف اللي هو يعني دماغك تبوظ يعني، وبين ان اسنانك كانت طول عمرها انت حضرتك ما بتغسلهاش كويس. والحاجه الثانيه الالتهابات الرئويه الخطيره المتكرره، في ارتباط وثيق بين بكتيريا الفم اللي لو ما اتنضفتش كويس والتهاب الرئوي، ده شيء يقلق جدا. طبعا مش عايز اقول لكم ان في ارتباط وثيق برضو بين مشاكل الفم المتكرره والالزهايمر، بس الدراسه دي مش وثيقه، ما تقدرش تاكد ارتباط الالزهايمر كمرض بمشاكل الاسنان المتاثره او المتوغله عبر السنين. بس خلينا نروح بقى لحوارنا النهارده. انا عارف ان انا يعني ايه خدتكم من جمال الابتسامه الى حاجه خطيره جدا، برضه هاخدكم تاني الى حوارات مثيره جدا مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور محمود حشمت، صاحب زمالة تجميل الأسنان من جامعة مانشستر، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان والجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان. أهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا بيك يا دكتور. قبل ما أدخل النهاردة، إحنا عندنا النهاردة قصص الأبيض والأسود والرمادي، وأنت عارف القصص المثيرة دي. إيه اللي لفت نظرك في هوليود سمايلز اللي أنت شفتهم دول كلهم؟ البنات الحلوة بابتساماتهم العريضة الناصعة اللي زي ما بيقول كده فعلا يعني مفيش اجمل من الابتسامه للست الجميله، بس انا بقول دايما لما تكون طيبه. اقول لك اكتر حاجه لفت انتباهي او ايه اللي عجبني في الفيديو اللي حضرتك عرضته في الاول، ان في منهم كذا واحده دي اسنانها، هي مش عامله حاجه في اسنانها اصلا. سايبينها. فده هياخدني لكلمه هوليود سمايل، يعني دول نجمات هوليود. كتير منهم دي ابتسامته اصلا، دي مش عامله اي حاجه في اسنانها. فده ياخدني المصطلح هوليود سمايل. يعني ايه هوليود سمايل؟ يعني ايه الكلمه اللي الناس بتقول عليها دي؟ عشان خلاص هوليود سمايل دي بقت الناس فاهمه ان هي منتج. منتج بجد، يعني انا جاي عايز اثنين هوليود سمايل، انا ومراتي عايزين هوليود سمايل، او انا وصاحبتي انا وقريبتي عامل لنا اثنين هوليود سمايل. هوليود سمايل دي بقت فينيرز خلاص، ان انا اعمل فينيرز او اعمل تركيبات على اسنانها تبقى بيضاء. لا، كلمه هوليود سمايل دي يعني ابتسامتك شكلها حلو. انا لو بيضت لك سنانك بس ممكن يبقى شكلها حلو. يعني يجي لي حد ممكن تبقى اسنانه صفرة شويه، اسنانه بس مرصوصه كويس جدا، اللثه ملتئمه جدا، مجرد لون الاسنان مصفر، ده لو عملت له تبييض بس حياته بتختلف 180 درجه، ابتسامته بتختلف 180 درجه. ده ممكن يبقى هوليود سمايل. هوليود سمايل ده ممكن تبقى اسنانك مرصوصه حلوه قوي وعضتك كويسه قوي واسنانك شكلها حلو قوي بس اللثه مغطيه عليها، عندك جامي سمايل. لو شفت لك الزيادات اللثويه دي انت بقى عندك هوليود سمايل، انت مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه. فممكن تبقى اسنانك مرصوصه راسه، ممكن سوري تبقى اسنانك بس مرصوصه راسه مش مظبوطه، بس عضتك فيها حاجه غلط، او كل سنه لوحدها سيبريتلي شكلها حلو، مجرد عايزين يترصوا جنب بعض حلو. انت التقويم في حالتك ممكن يوصلك لهوليود سمايل. فكلمه هوليود سمايل دي والنبي بس عشان نحسم الموضوع ده، ده مش منتج، مفيش حاجه اسمها انا عايز هوليود سمايل يعمل لي واحده هوليود سمايل هنا. طيب يلا بينا بقى في رحله مهمه جدا هنبداها بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ يعتقد الكثيرون ان الاسنان اصبحت الان هي التي تعطي الانطباع الاول عن الانسان. طبعا 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 ابيض، طبعا ابيض. الاسنان زي ما احنا كنا لسه قايلين من شويه، هي هوليوود سمايل او شكل ابتسامه الحلو اكتر حاجه هتجذبك فيها. يعني شفت مثلا المودلز او الممثلات هوليوود سليبرتس اللي احنا عرضناهم دول، شكلهم حلو قوي تمام. لو هي نفس الست بالظبط شلت اسنانها وحطيت عليها اسنان وحشه هتبقى شكلها وحش قوي، نفس بنفس تقاطعها بنفس لونها بنفس مناخيرها بنفس عينيها، بس اسنانها غلط، اسنانها مصفره، اسنانها مكسره، اسنانها اي حاجه هيبقى شكلها وحش قوي. فالاسنان هي اول انطباع. ده بيقول لك ابتسامتك حلوه، ده ضحكته حلوه. ضحكته حلوه دي مش كلمه، مش مثال من فراغ، لا، عشان فعلا في ناس بتبقى اصلا مش قصدي حاجه بس شكلها مش احلى حاجه كجمال وش، بس ابتسامتها حلوه. فانت تحب انك تشوفها او تحب ان انت تشوف حد ابتسامته حلوه. والابتسامه الحلوه دي يعني تبان طبيعيه، ضحكه حلوه، ابتسامتها لايقه على وشها، لايقه على شكلها، زي الحاله اللي عرضها الحريق دلوقتي دي
لايقه على شفايفها، لايقه على شكل وشها، تقطيع وشها، لايقه على لونها، درجه اللون، الشفافيه، التعاريج اللي موجوده في الاسنان، يبان كل ده راكب على بعضه في سمايل ديزاين، راكب على وشها قبل ما نحطه على وشها في الحقيقه، بنحطه على وشها بجرافيكس على كمبيوتر على سمايل ديزاين ببرامج. التكنولوجي طبعا ودتني في الحته دي ان انا اقدر اعمل لك كل ده من قبل ما المسك او من قبل ما ابتدي احضر لك اسنانك، قبل ما اعمل لك اي حاجه، ان انا ابقى متخيل انا رايح لفين، بحيث ان الشكل يطلع حلو قوي. وان دايما كنا دايما بنقول نجاح التجميل في ان انا ما اعرفش، يعني دي لو انت حضرتك ما تعرفهاش اصلا، ولا عمرك شفتها ولا شفت اسنانها قبل، وقابلتها في الشارع، قابلتها في شغل، قابلتها في اي حاجه، انت مش هتعرف اني اعمل حاجه. انت يعني احنا عشان بس زوم قوي على اسنانها وقاطعين السرعه على اسنانها، بس انت لو شفت وشها كامل لايق جدا 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 جدا. فطبعا الابتسامه بتعطي اول انطباع عن جمال اي حد. طيب السؤال الثاني بقى ده يعني قصه، يعني يقول قائل، حد هيقول يعني لك انتوا بتتكلموا كلام جامد، زراعه ومش عارف ايه، الزراعه ايد، انا اعملها بايدي، ما تقولوليش بقى مواد ومش مواد، والماده دي بتفرق، واصل الزرعه دي مش عارف ايه، والشاطر بيغزل باي ماده، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ الكلام ده مش نافع يعني. غلط طبعا. اسود طبعا، يا ما فيش حاجه اسمها كده، اسود طبعا، لان الخامات اللي احنا بنستخدمها او الماتيريال اللي تحت ايدينا، انواع الزرعات، ما كانوش اخترعوا 100 نوع زرعه، مش بلد منشأ، مش هقول لك زرع الماني وزرع كوري وزرع سويسري والكلام ده، انا بقول لك جوه كل شركه زراعه، زي شركه اكس اللي احنا صنعنا مثلا الزرعات، عشان ما نبقاش قلنا اسامي شركات، بس شركه اكس مثلا اللي صنع الزرعات دي في اصلا بتوفر للدكتور 10 11 نوع زرعه. طب ليه ما هي زرعه واحده؟ ما هي نفس الشركه، لان كل زي ما بيقولوا كل مقام مقال، هي لكل مكان ولكل حاله عظم ولكل حاجه في الدنيا ليها الماده دي، ودي اللي هتديك احسن رزق، دي هتديك احسن استابيليتي، دي اللي هتعيش مع المريض مدى الحياه. انا هزرع، لو انا هزرع لك زرعه سي ان هي نوعها اكس، زي ما بنقول الزرعه اكس دي، الزرعه الالماني اللي هي الزرعه السويسري اللي احنا بنحطها دي، في منها نوع يركب في سنه اماميه ونوع في سنه خلفيه. طب على اساس ايه؟ لان انا مثلا في السنه الاماميه بيبقى مهتم جدا ان الزرعه تبقى داخله سب كريستال او داخله جوه العظم شويه زياده على ما بحطها في الزرعه الخلفيه. ليه؟ عشان تديني حاجه اسمها امرجنس بروفايل. يعني امرجنس بروفايل؟ عشان تحس السنه الاماميه بنهتم بها بالشكل الجمالي. فلو هزرع لك سنه اماميه وسط كل اسنانك اللي هي موجوده، لازم تبان ان هي سنه طبيعيه جدا، فلازم تبان ان هي خارجه من جوه اللثه، تبان ان السنه طالعه من جوه اللثه، مش حاجه راكبه، مش تركيبه راكبه على الزرعه وتركيبه راكبه على السن. فلازم تخش بالزرعه جوه عشان تديك مساحه، عارف يا مصدر، تديك مساحه انك تخرج بيها من تحت اللثه، من جوه اللثه، يبان ان هي السنه شكلها طبيعي. ورا ما بعملش كده، او لو هعمل كده قدام فانا بحتاج مثلا يبقى في حاجه اسمها تبقى الامبلانت كلها رف سيرفيس، معالجه السطح بتاعتها تبقى مختلفه، فبخش بيها جوه شويه عشان العظم يمسك عليها. بتلاقي في بعض الزراعات، لو حطيت لك انواع زراعات اشكال كتير جنب بعض، تلاقي في زراعات فيها بولشت سيرفيس او سيرفيس بيلمع من فوق خالص، كولر كده بيلمع خالص، دي بتحط في الاسنان الاماميه، في الاسنان سوري الخلفيه، عشان دي تمسك عليها اللثه بطريقه معينه، لان انا بحتاج ده في الضروس الخلفيه، ما بحتاجوش الاسنان الاماميه. فما ينفعش اغزل باي زرعه او اغزل باي خامه زي ما بيقولوا، لا طبعا، لازم التكنولوجي، لازم الدكتور يبقى شاطر جدا جدا، فاهم هو بيحط ايه فين وبيستخدم ايه فين، عشان يعرف يوفق كل ده مع بعضه ويعرف يستخدم لك احسن نوع زرعه. ما تفرحش ان الزرعه، عشان برضو النقطه دي مهمه يا دكتور امام، معلش، ما تفرحش قوي ان هو محطوط لك زرعه الماني، زرعه امريكي، زرعه سويسري، زرعه ايا كان البلد ايه، افرح لو الدكتور مختار لك طبعا نوع زرع او بلد المنشا، دي حاجه مهمه جدا، بس مش هي دي الاساس. الاساس ان اختار لك زرعه مناسبه لحالتك، انا شاطر قوي، عارف اختار لك نوع مناسب لحالتك، احطها فين، سنه اماميه، سنه خلفيه، انت راجل ست، حاله عظمك عامله ازاي، شكل العظم عامل ازاي، طوله عامل ازاي، عرضه عامل ازاي، التركيبه اللي هعملها عليها شكلها عامل ازاي، عوامل كتير قوي، هي دي اهم بكتير جدا اي زرعه تطبقها هتمسك، بس الشكل عامل ازاي في الاخر هو ده المهم. ونجاح اي بروسيدور زي ما بنقول، مش دلوقتي، مش حطيت لك زرعه الله ده الدكتور عملت زراعه الشهر اللي فات وباكل عليها زي الفل، قول لي دكتور شاطر زي الفل، عامل لي زرعه من 10 15 سنه، من 20 سنه، وباكل عليها زي الفل ومفيش اي مشكله، وشكلها حلو جدا زي كانه لسه زي ما حطيتها لي اول امبارح. هو ده نجاح الزراعه. وطبعا لازم كل حاجه ليها حاجه، وكل مجال لازم جواه كذا حاجه تختار منها الصح للمريض بتاعك. طيب السؤال الجاي واللي بعديه ده كلام مريض، مريض اللي بيحكي، مريض يقول لك انا هزرع، هروح للدكتور سين هو هيزرع لي،
عايز اعمل تجميل هروح للدكتور سينين هو ده بتاعي. عايز اعمل شغل في العلاج العصبي هروح للدكتور سين هو هو الدكتور سين ده دكتوري هو فاهم سناني وعارفني وانا ما بثقش في حد غير الدكتور سين اللي هو دكتور العيله ده دكتور العيله في كل حاجه. الكلام ده بيدور لسه دور الرمادي مش ده غلط طبعا برده طبعا اسود. مفيش حاجه اسمها يا جماعه دكتور العيله دي الكونسبت ده في الافلام العربي الافلام العربي بتاعت زمان كمان مش دلوقتي. مفيش حاجه اسمها دكتور العيله. ما ينفعش انت قريبي دكتور عيون فانا معلش اقول له والله بس انا ظهري واجعني ما تشوف لي حاجه لظهري. هي كانك بالظبط عملت كده لما تروح لدكتور تركيبات تقول له اعمل لي عصب كانك فعلا رحت لدكتور عيون جاركو مثلا او صاحبكو فتقول له النبي بص قلبي حاسس بنغزه كده في قلبي ما عايزك تكتب لي دواء حلو كده لقلبي ومش عارف ايه وتقول لي. ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها دكتور العيله. مفيش حاجه اسمها الدكتور اللي بيعمل كل حاجه. في مكان بيعمل كل حاجه بس مش دكتور بيعمل كل حاجه. السبيشاليتي خلاص بقت حاجه مسلم بيها في طب الاسنان. هقول لك ده في صوره حاله معلش حاله زي اللي قدامنا دي اشتغل فيها كام دكتور. دي مش اقل من 4 دكاتره لازم يشتغلوا في حاله زي دي مختلف تخصصات. الحاله دي هقول لك تفاصيل صغيره جدا فيها عشان دي ممكن تبقى ناس كتير شافت حاله زي كده في حد قريبه في نفسه في حد صاحبه في اي حاجه واقول لك ازاي ممكن دكتور العيله يعمل فيك ايه وانت ممكن يتعمل فيك ايه لو انت اتعالجت صح. حاله زي دي جايه لي كل اسنانها مسوسه بلا استثناء الشكل وحش جدا الاسنان والاهمال وصلها للمرحله دي التهابات فظيعه في اللثه مش عارفه خلاص مش عارفه اكل ودي سنها صغير جدا دي تلاتينات اخر التلاتينات فانا مش عارفه اكل. طيب ببص صغيره جدا كده على الاسنان الاماميه على الاربع قواطع الاماميين هتلاقي على يمين اللي هو شمال المريضه هتلاقي في سنه لقدام دي مكسوره جدر. طيب لو انت رحت للدكتور العيله اللي هو مش متخصص تركيبات هيخلعها جدر هيقول لك ده جدر وانت هتبقى مبسوط بيه يعني خلينا نخلعه ونحط زرع ونعمل تركيبه وات ايفر احنا نعمل ايه. طيب الصح ان نخلع السنه دي ما خلعناهاش السنه دي عشان في دكتور متخصص استشاري تركيبات بيبص على الحاله ويبص على اشعات الحاله وكشف عليها مظبوط لقينا ان الحاله دي فيها فارل او فيها ان انا اقدر ان انا احافظ عليها فوق 2 مللي سلام فوق الجدر فوق مستوى العظم فاقدر ان انا احافظ على السنه دي من ان انا احط لها دعامه وابنيها من الاول على اساس علمي صحيح مش اي جدر وخلاص لا في جدور ممكن تبقى حاله مشابهه ويتخلع بس كل حاجه ليها حاجه على اساس الاختيار الصح. دي اول نقطه انا حميت المريضه زي دي عشان انا مكان متخصص فيه كل الناس اللي بتفهم فانا حميتها ان انا اخلع لها سنه في حين ان انا في ضرس عندي ورا مش عارف حضرتك تاخد بالك ولا مفقود بعد الضحك الاولاني او السنه اللي بعد الناب تمام ده كانت مفقوده هنا خلعنا وبرده على الناحيه الثانيه الجانب الثاني اللي هو يمين العيانه زرعنا ورا كانش فيه اسنان وزرعنا ورا فادي دكتور تركيبات قدر يحمي سنه ودكتور زراعه قدر يحط الزرعه. وبص بقى خلينا نتفق على حاجه في حوار الزراعه ده انا هحط لك زرعه لو لقيت ان الدكتور اللي بيحط لحضرتك الزرعه هو نفس الدكتور اللي بيعمل لحركة التركيبة روح اللي على نفس الزرعة اللي هو حاططها مش على زرعة تانية على نفس الزرعة اللي هو حاططها لقيته حط لك الزرعة وبعد ما العظم مسك عليها بعد 3 شهور مثلا لقيته جاي هو اللي بيعمل لك ياخد لك مقاسات التركيبات امشي. ما ينفعش الدكتور اللي بيعمل جراحة وبيعمل تركيبات بيعمل الزرعات ما ينفعش يعمل التركيبة اللي على الزرعة ده دكتور وده دكتور فدي 3 دكاترة لغاية دلوقتي تمام. اللثة عشان نبتدي نكشفها ونعالجها ده دكتور لثة يبتدي يعالج اللثة دي لثة ده دكتور. طب سؤال يا دكتور ايمن هل دكتور العيله يقدر يعمل الحاله دي كلها؟ لا طبعا يقدر بس يعملها بس مش هيعملها بكفاءه مش هي بالظبط يعني يعرف ازاي تتعمل عنده البيزك نوليدج لان احنا اتعلمنا مثلا ما انا اتعلمت ان انا ولدت بالظبط يعني ما انا ولدت ايام ما كنت في الامتياز ايوه وتعلمت ان انا اعمل جراحات في الامتياز بس دلوقتي ما اقدرش اعمل ده مستحيل بس انت لو حضرتك دخلت ولدت ماشي ودكتور نسا وتوليد استشاري دخل ولد لا طبعا فرق مفيش مقارنه اساسا يعني ايه العلاقه مفيش مقارنه بالظبط انا ممكن اقول لك عيني وجعاني وتكتب لي قطر عشان انت عندك اكسبيرينس شويه في طب العيون او درست عيون في الكليه بس هل ينفع تعمل لي عمليه ليزك هل ينفع مثلا تكتب لي قطر علاجيه مش قطر تهدي لي عيني لا لا هل ينفع هل ينفع هل ينفع تخصصات هي نفس دي الناس مش قادره تفهم ده في طب الاسنان ده ما هو يا جماعه هو نفس الفكره بالظبط تخصصات في التخصص نفسه احنا جوه الزراعه شفت انا قلت لك الزرعه دي بيعملها 2 دكاتره مش واحد
وساعات ثلاثه والله، لو محتاجه زراعه عظم حواليها، محتاجه ترقيع لثه حواليها، محتاجه ده دكتور باريو، دكتور اصلا امراض لثه، بيخش مع دكتور الزراعه يعمل لك، وعند دكتور التركيبات بيشغل على التركيبات اللي هم عاملينها دي. فده دكتور وده دكتور وده دكتور، حاله زي دي لازم شاف اربع خمس دكاتره على الاقل عشان تطلع بالكفاءه دي. هيعملها دكتور عيله؟ هيعملها، بس اتفرج على المنظر بعد كام شهر، اتفرج الحاله دي هتتعاد كام مره، اتفرج هيعاد قد ايه، اتفرج هيعذبها قد ايه، اتفرج هيحط الزراعه في وقت قد ايه، اتفرج على حاجات كتير الريزلتس بتاعتها هتبقى عامله ازاي بعد كده. تعالوا بقى نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني، متهم ام بريء؟ المريض اللي بيعتقد ان ابتسامه هوليود هي عباره عن رصة لاسنان بيضاء، مش هنقول متهم، ماشي اه نفهم انا عرفت ان انت مرضى ما ينفعش زعل. ما انا مش هقول كده كده متهم، يعني معلش خلينا نقول عليه بريء، بس هو هيبقى يعني هنوم عليه شويه، لان خلاص بقى في فكر، بقى في سوشيال ميديا، بقى في تلفزيون بنوضح للمرضى، والدكتور طبعا اللي هو رايح له المفروض يبقى مفهمه كويس قوي ان الهوليود سمايل دي مش بياض ناصع وخلاص، زي ما قلت حضرتك في اول الحلقه ان هو لا، احنا هوليود سمايل بالنسبه لي ممكن تبقى مجرد رصة اسنان مظبوطه، ممكن تبقى تبيض، ممكن تبقى حاجات بسيطه جدا، رسم اللثه يديني الهوليود سمايل ده، فهي مش اسنان بيضه فقط، لون، درجة اللون وتدرج اللون ده ممكن يفرق، بس في حالة ممكن أعمل لك لون أبيض بس تدرج اللون فيه ده هيختلف في الشكل 180 درجة. دي كانت حالة جاية اللي فوق دي أسنان بلوكات بيضة مش راضية عن شكلها، الصورة تحت مش باينة قوي، بس أنا لو شفتها في الحقيقه في تدرج في درجه اللون من اغمق للافتح، ما بتبقاش حاجه اسمها مونوليثيك او حاجه ان هي بلوكيه بتتخرط بتيجي تلزع على الاسنان، لازم بنعمل ليها حاجه اسمها كات باك. يعني ايه كات باك يا دكتور ايمن؟ يعني انا بجيب الكراون او فينرايه بيتخرط، تمام، بعد ما يتخرط بنقوم ان احنا نشيل منه طبقه الخارجيه من السنه دي، وابتدي ان انا ابنيها تاني بايديا، فبعمل فيها تدرج في اللون. حتى البلوكات اللي انا بخرطها دلوقتي بقى فيها تدرج في اللون بشكل قوي جدا، بوصلني لناتشرال ابييرنس او امتصاص الضوء اللي انا عايز اوصل له. ليه حاجه تبان طبيعيه وحاجه ما تبانش طبيعيه؟ الضوء. يعني لو حطيت اي حاجه في الضوء هو ده اللي يبين لك اذا كانت طبيعيه ولا لا، بالذات ضوء الشمس. عشان كده دايما يقول لك لما تاخد شيد، في بعض الاجهزه بنشتريها الجهاز ده وظيفته ان انا بحطه على الاسنان بيعزل اي ضوء، وهو بيطلع ضوء الشمس نفس درجه ضوء الشمس، ده يقول لك خد اللون عليه، خد اللون على الدرجه او الجهاز ده وهو شغال، ما تاخدوش بلونه الاوضه، ما تاخدوش لان لون نور الشمس هو اكتر حاجه بتفضل على الاسنان. ازاي؟ لان الاسنان او الماتيريال الطبيعيه، الاسنان الطبيعيه والخامات اللي احنا وصلنا لها بالتكنولوجي دلوقتي، بس الخامات الاوريجينال او الخامات المظبوطه، لان زي ما انت عارف بقى في لعب كتير في الحاجات دي، او يقول لك انا بعمل في كوميديا الزيركونيا ب 2 جنيه دلوقتي وجميله، وهي في زراعات بتتخلط على فكره في حتت كده تحت الدائري. انا عارف الاماكن دي والله تحت الدائري. ايوه انا عارفهم والله. جالي منهم حالات قبل كده، يعني شفت حالات قبل كده معموله كده، وعايز اقول لك والله بتتاخد الزراعات بتاعت تحت الدائري تتحط في عيادات محترمه، يعني في اماكن محترمه والله بجد بيجي لي حالات دايما. لازم الناس تاخد بالها من الحاجات دي يا جماعه، لازم الدكتور كمان جداً. يعني يكون مشرف على المشتريات بتاعت عيادته جدا، لانه ما اعتقدش ان في دكتور هيقبل، لكن بيبقى مدير المشتريات هو بقى اللي ما عندوش ضمير. والله في ناس فعلا بتضحك عليا في الموضوع ده كتير، بتضحك عليه، فهموه ان ده مثلا زرعه كوريه مثلا، وتطلع زرعه بدون مصدر. لا وفي الاوح ده يعني ده انا ببقى لحد ما ممكن تعذره او تلاقي له مبرر ان هو يضحك عليه، مش عارف ده فيه هو بيبقى شاريها كده، لانه هي مثلا الزرعه مثلا سيب بجنيه ماشي، بتقف عليك بجنيه، فانت تبيعها مثلا ب 2 جنيه او تعملها ب 2 جنيه مثلا للمريض مثلا. هو يقول له الزرعه دي بنص جنيه، طب ما حلوه دي واعملها للمريض بجنيه واضرب السوق. انت بتعمل ايه؟ والله بجد انت بتعمل ايه؟ يعني هو بيبقى شاريها على عمد، هو عارف ان هي حاجه تعبانه مش مشكله، بس حلوه وجميله
وتشتغل بيها ونعرف نعمل بيها اوفرات. اوفرات ايه؟ أوفرات احنا مش إيه مش بنبيع فساتين. إيه يعني ايه كلمه اوفر؟ باحترامي للي بيبيعوا فساتين دول ناس محترمين يعني. مش ببيع سلعه قصدي. مش بتبيع سلعه فيها فكره الاوفر. بالظبط. مش تقليل فكره الاوفر، فكره دي حاجه انا بقدم خدمه طبيه. اصل انت عارف اوفر اوفر يعني إيه؟ اصل مثلا محل بيبيع جواكت حلوه كده وعامل اوفر، هو على حسب من من ايوه انا ببيع سلعه، ممكن ابيع سلعه. هو بيبقى عنده حسبه ثانيه ويقدر يعملها. بالظبط. انا مش بقلف الناس بتعمل اوفر، بس قال الدكتور يعمل اوفر. لا الدكتور ما ينفعش. ما هو انا بقدم خدمه. ما انت لو تقدر تعمل اوفر ما تعملها على طول باوفر. بالظبط. يعني ما انت لو تقدر تعملها اوفر لفتره محدوده، هو ايه الفتره المحدوده يعني؟ والله بجد. طب ما تعيش كده. لو انت تقدر تعمله كده ما تفيد المرضى، ما تفيد الناس. لو انت تعرف تعملها بالسعر ده ما تفيد الناس، تفيد المرضى. فيعني مش عايزين نص طيب السؤال الجاي، يلا بينا السؤال الجاي. يلا ده بقى سؤال مهم قوي. من دكتور بقى ده دكتور بجد بقى، او المنظومه الطبيه يعني اللي تعمل في الاسنان علاج ابتسامه او ابتسامه هوليود بس ما اهتموش باللثه او اخروها في العلاج؟ جاني. ايوه برافو عليك. جاني جدا. ايوه انت بقى في الحته دي ما فيش بقى. ما ارحمش. سميش. جاني طبعا. اللثه هي من اهم الـ 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 البرواز. دايما بقول لك كده، البرواز اللي بتشيل الاسنان وهو الـ 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 الاساس اللي بعديه بنشتغل على اي حاجه. قبل ما بلمس الاسنان لازم اللثه تكون مظبوطه. مش اوبشن ان انا اشتغل او اعمل تركيبات واللثه مش مظبوطه. ومش اوبشن ان انا عشان اخلي المريض ينجز وقت ان انا ابوظ له حاجه، ابوظ له اللثه بتاعته. يعني حاله زي دي كانت جايه لي. الحاله جايه عامله التركيبات اللي فوق دي. التركيبات اللي فوق دي اتعملت عشان الدكتور، هي المفروض كان الطبيعي ان هي تعالج اللثه الاول وتعمل كراون لانسنج او تعيد رسم اللثه من الاول، تبتدي ان هي وبعدين تبتدي جزء التركيب بتاعك. لا انا مستعجله يا دكتور. طب خلاص هحضر لك الاسنان واقول لك مسات ما تقلقيش. يوم داخل تحت اللثه ومحضر الاسنان غلط ويقطع الاربطه اللي ماسكه الاسنان ويبتدي ان هو يشتغل ويبهدل اللثه بالشكل ده. تبتدي المريضه جايه لي بالمنظر ده، منتفخه اللثه، موجوعه، مش عارفه تاكل، ورم، بلمس اللثه بتجيب دم، بلمسها بالفرشه بتجيب دم. هل ده طبيعي يا دكتور بعد ما اعمل تركيبات يحصل المنظر ده؟ لا طبعا مش طبيعي. اضطرينا احنا نفك التركيبات، اضطرينا احنا نعالج اللثه مظبوط ونحترم اللثه مظبوط. وزي ما بقول لحضرتك، وي هاف تو ريسبكت بيولوجي. لازم نحترم علم الانسجه جدا جدا جدا. نبتدي ان احنا نعالج الاسنان بشكل مظبوط، نبتدي نعالج اللثه بشكل مظبوط، وبعدين نحضر الاسنان صح ونعمل تركيبات ملتئمه ومتلائمه مع اللثه بشكل طبيعي جدا جدا جدا. اسعدتني وابدعت. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور محمود حشمت، صاحب زمالة تجميل الأسنان وجامعة مانشستر، عضو جمعية الألمانية لزراعة الأسنان والجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان. نورت وأبدعت. ميرسي يا دكتور. شكرا. كالعادة الحوار دائما ممتع، وكما رأينا كان صارما وواضحا في الحكم على أولئك الذين ربما يميلون للعمل الفردي أو يعني يتجاهلون أشياء هامة جدا مثل اللثة. ليس هناك في طب الأسنان عمل فردي، وليس هناك في طب الأسنان أولويات عن أولويات إلا بأساس علمي واضح. خليكم دايما معنا سلام.